ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة فيديو مختلف شوية ومش هنقدم فيه كلمات او جمل جديدة، بس هنعلمك ازاي تتدرب كويس جدا جدا معانا على فيديوهاتنا، وكمان تستخدم تطبيقات ممتازة جدا جدا في تعليم اللغة الانجليزية هتساعدك تطور من مستواك بشكل سريع جدا جدا وكمان ملحوظ. تعالوا بينا نتعرف على اشهر الطرق واشهر البرامج اللي ممكن تستخدمها علشان تزود بيها مهاراتك في اللغة الانجليزية، مع طبعا المشاهدات بتاعتنا وفيديوهاتنا. يلا بينا. اول تطبيق معانا النهاردة هو تطبيق اسمه ديولينجو. ديولينجو يعتبر من اشهر التطبيقات على مستوى العالم كله في تعليم اللغات عامة، مش بس اللغة الانجليزية، لا هو متخصص في اكتر من 15 لغة حوالين العالم. ممكن تتعلم منهم اي لغة انت تحبها، وكمان ممكن تتعلم مش بس لغة انجليزية، انت ممكن تتعلم لغة انجليزية ومعاها لغة تانية في نفس الوقت. التطبيق سهل جدا جدا في التعامل، سلس جدا، وممكن تنزله بكل سهولة من على الاب ستور. وكمان المنهج التعليمي اللي فيه متقسم لمراحل من اول الصفر لحد مستوى المحترفين. هيعلمك جمل جديدة بالنطق السليم، بيعلمك مفردات وكلمات جديدة كل يوم بطريقة الانيميشن، وسهل جدا وممتع كمان في التعامل. تاني التطبيق معانا النهاردة هو تطبيق ميمورايز. ميمورايز بيعتبر تاني اشهر تطبيق لتعليم اللغة الانجليزية، وواحد من اشهر التطبيقات في العالم لتعليم اللغات الجديدة بشكل عام، يعني ممكن نشبهه بديولينجو. المحتوى التعليمي اللي فيه بيقدم بشكل سلس جدا وممتع وسهل وبسيط، كمان بيربط لك كل صورة بالكلمة بتاعتها علشان خاطر يبقى سهل عليك ان انت تتذكرها. كمان بيعلمك النطق السليم بطريقة صحيحة جدا ومن خلال فيديو قصير لكل جملة. كمان بيذكرك باللي انت حفظته او ذاكرته النهاردة عن طريق نوتيفيكيشن بتوصلك على الموبايل. التجربة بتاعته سهلة جدا وحلوة جدا وممتعة، والمحتوى اللي فيه اكثر من رائع. وكمان ممكن تختار اللهجة البريطانية او الامريكية. تالت تطبيق معانا اسمه هلو انجليش. طبعا من اسمه معروف ان ده تطبيق مخصص في تعليم اللغة الانجليزية، وكمان مش بس كده، ده خد جايزة افضل التطبيقات من جوجل سنة 2018، يعني ده كفيل انه يثبت لك انه تطبيق فوق الممتاز بسبب الكفاءة العالية بتاعته جدا اللي بيتميز بيها. مميزات التطبيق دوت انه بيقدم التجربة سهلة جدا وجيدة جدا، والمنهج اللي فيه متقسم ل 19 مرحلة، كل مرحلة بتحتوي تقريبا على 20 درس بتتعلم فيهم القواعد والكلمات والمواقف بطريقة بسيطة ومميزة. وفي نهاية كل مرحلة بيبقى فيه اختبار صغير عليك ان انت تكتسه علشان خاطر توصل للمرحلة اللي بعدها. كمان في تمارين خاصة جدا بالمحادثات، يعني مش هتتعلم بس قواعد وكلمات، لا انت هتتعلم كمان ازاي تعمل conversation. رابع تطبيق معانا النهاردة هو تطبيق اسمه بوسو. بوسو دي شركة متخصصة في وضع المناهج التعليمية حوالين العالم في اللغات المختلفة، يعني ده دليل كفيل جدا انه هو يثبت لك انه تطبيق فوق الممتاز ورائع في تقديم المحتوى. وكمان مش بس في اللغة الانجليزية، ده برضو بيعلمك لغات مختلفة كتير. خامس تطبيق هنعرفه لك النهاردة انت ممكن تكون لمحته كده من بعيد، اسمه يو ديكشنري. يو ديكشنري طبعا كل الناس بتفتكر ان يو ديكشنري ده ابليكيشن للترجمة فبتفكها منه وبتنزلوش، بالعكس يو ديكشنري ممتاز جدا جدا وابليكيشن سهل قوي، وكمان معتمد من جامعة اوكسفورد. بيطلع لك جمل ممتازة وبيسألك ان انت تاخد الكلمة وتحطها في جمل بكذا طريقة وكذا معنى، بحيث ان انت تتعلم الكلمة دي ممكن تجيلك باي شكل من الاشكال تبقى عارف توظفها ازاي. وكمان القاموس بتاعه ناطق، يعني ممكن ينطقلك باللهجة البريطانية او الامريكية، هيسهل عليك كتير جدا جدا وهيعلمك بشكل سريع وسلس. كمان الديكشنري بتاعه أو المترجم بتاعه أو القاموس بيبقى بيشتغل من غير نت، يعني هيسهل عليك الموضوع جدا جدا جدا. سادس تطبيق معانا هو The American English.
The American English طبعا ممكن تكون برضو بما انك بتتعلم English سمعت الاسم ده قبل كده. دي قناة على اليوتيوب لأستاذ إبراهيم عادل، طبعا من أشهر الناس في تطوير وتقديم المحتوى الإنجليش على اليوتيوب. ده أبليكيشن سهل جدا، سلس في التعامل، وكمان بالعربي، يعني مش هتحتاج تدرج من الحاجات اللي جواه، هيبقى سلس جدا وبيعلمك بطريقة ممتازة ورائعة. سابع تطبيق هو تطبيق دروبس. دروبس يعتبر تطبيق لسه جديد شوية، بس هو عمل ضجة كبيرة جدا في الفترة اللي فاتت، وبيعتبر بيشبه كده ميمورايز اللي اتكلمنا عليه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتتفرجوا على فيديوهاتنا القديمة، واستنونا فيديو جديد.